شكرا محمد بن بريك المري. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. أحييكم بدوري في هذا اليوم الأربعاء العاشر من فبراير عام 2021، حيث ننطلق في هذا اليوم وفي هذا المحلي السابع مع أول الانطلاقات المسائية في هذا اليوم الخاص بهجن أصحاب السمو والشيوخ والسعادة والحقائق السبق المعروفات التي تنطلق من هنا على الهواء مباشرة لكل عشاق الأصالة في الوطن العربي الكبير، من هنا من درة ميادين الخليج ميدان الشحانية تندفع هذه السبق من 4 كيلومترات. بداية نهني سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني وأنجاله الكرام على تحقيق الجوية ناموس الشوط الأول الرئيسي قبل لحظات، وعصاتها ببطانها حققت مع مدهش المضمرين سالم بن عامر المدهوشي ناموسا يستحق لهذا الشعار الكبير. على بركة الله نعلن المراكز الخمسة الأولى بعد أن قطعنا الكيلومتر الأول، 5 أسماء تندفع في المركز الثاني والأول والثاني شعار هجن أم الزبار. المركز الأول هنا دوجان، على المركز الأول شعار هجن أم الزبار، على المركز الأول والمضمر حمد بن سالم بن زاهرة المري. المركز الثاني، المركز الثاني محارب لهجن أم الزبار أيضا مع المضمر المميز هنا ينطلق على المركز الثاني مبارك مصرير. المركز الثالث والمركز الرابع شعار سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، وهذا هو حائق على المركز الثالث لهجن الغرافة بمتابعة المدهش مضمر الجوية يقدم هذا الاسم الكبير ويقدم حايك على المركز الثالث. المركز الرابع هنا مجد، وخطير مجد، ديروا بالكم من مجد رقم 5، هذا خطير على المركز الرابع، على المركز الرابع خطير، بنحط الترشيح عليه على المركز الرابع مجد لهجن الغرافة بمتابعة المدهش سالم بن عامر المدهوشي. المركز الخامس، المركز الخامس هنا مقدام لهجن أم الزبار، على المركز الخامس بمتابعة ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. هذه النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام، أعلنت لحضراتكم المراكز الخمسة الأولى. أعود مجددا إلى الصدارة، إلى دوجان على المركز الأول، اسم جميل، شعار مميز، شعار أم الزبار على المركز الأول، الرقم 1 على دوجان على صدارة ومقدمة الشوط بمتابعة بن زاهرة على المركز الأول على صدارة ومقدمة الشوط. لكان خطير قادم، شعار الجوية قادم، الشعار الكبير شعار مجد على المركز الثاني، وهذا خطير مجد، قلت لكم خطير، حطيت ترشيحاتي عليه على مجد اللي يحتل المركز الثاني بالشعار هجني الغرافة عند سالم بن عامر المدوشي. على المركز الثاني، المركز الثالث ايضا حايك لهجن الغرافة بمتابعة المدهش، والرابع والخامس والسادس شعار ام الزبار، ولكن يتدخل هيت على المركز الرابع الى الثالث هيت لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني عند حمد بن طالب بن عمارة. على المركز الرابع، المركز الخامس، المركز الخامس شيبان لهجن أم الزبار عند بن زاهرة على المركز الخامس. لكن نعود إلى شعار الجوية، شعار الجوية اللي يحتل المركز الأول مجد، وهذا مجد بإنجازاته حاضر، بسجلاته حاضر، بتاريخه المشرف مع المركز الأول على صدارة ومقدمة الشوط. لكن بن عمارة خطير، خطير على المركز الثاني مع هيت، هيت يا
المدهوشي هيت على المركز الثاني. شعار غني عن التعريف هذا الشعار، شعار بوسعود سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني عند بن عمارة، أحد الشباب القطريين المميزين، أحد شبابنا اللي نفتخر بوجودهم. لكن المركز الثالث يا سلام، مرحبا بلازم، ولعت 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 لازم على المركز الثالث الى الثاني، سلالة كرار يا صالح يا بن ناصر يا العيدة، سلالة كرار كرار كرار، مرحبا بكرار. وهنا ينطلق على المركز الاول لازم 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 مع المضمر الشرس راشد بن بط الزعبي. الله يا السلام يا السلام، تهنية خاصة نزفها لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني على فوزي لازم، على فوزي لازم 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 لازم. تهنية لراشد بن بط الزعبي، وتهنية لبو سحيم، تهنية لبو سحيم على هذا الفوز، فوزي لازم بالمركز الأول. يا السلام. المركز الثاني، المركز الثاني، المركز الثاني مجد الهجن الغراف، المركز الثالث، المركز الثالث هيت لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. المركز الرابع، المركز الرابع الشيبان لهجن أم الزبار، وخامسا وصل بالمركز الخامس نهاب لهجن الغرافة. متابعينا مشاهدينا الكرام، لازم لازم بالفعل حقق الناموس مع هذا الشعار الكبير. هذا القعود حل بالمركز الثالث في مهرجان الأمير الوالد على الرمز المفتوح، يقدمه شرس المضمرين راشد بن بطي الزعبي. تهنئة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني وأنجاله الكرام على فوزه بالمركز الأول. التوقيت مميز، 5:57، 65 جزء من الثانية، كسر حاجز الست في هذا الشوط مع هذا اللازم. تهنئة لراشد بن بطي الزعبي، وتهنئة لأبو سحيم على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني 6:73 جزء من الثانية. المركز الثاني مجد الهجن الغرافة بمتابعة سالم المدهوشي. المركز الثالث 6:57 جزء من الثانية هيت لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني، وتهنئة للمضمر المميز حمد بن طالب بن عمارة المري.